أبطل وعاشوا وسطنا، أبطل وعاشوا وسطنا. ميرا ألبس إيه؟ بسي أي حاجة وخلاص. طب ألبس البروفر الكحلي ولا الأخضر؟ الأخضر. بس الكحلي شيك وبقالي فترة ما لبستوش. خلاص البسي الكحلي. يوه بس حاسة إن الأخضر هيكون أحسن. حضرتك كنت طلبتني؟ فرع دبي طالب مهندس تنفيذي، وانا شايف ان انت انسب حد للمكان ده. انت شاطره ويعتمد عليكي. انا شايف انك توافقي، الموضوع مش محتاج تردد. طب ممكن فرصه لحد بكره افكر؟ مفيش مانع، بس اعملي حسابك السفرية دي مش أقل من سنة. يعني أنا مش فاهماكي، يعني ليه ما سافرش؟ يا بنتي بيقولك سنة وسنة بتجر سنة، ولا في بيت ولا في جواز. أنا ما بقتش عارفة يعني أسافر دلوقتي ولا ما سافرش. يا بنتي أنا شايفها فرصة، وعموما الجواز اسمه نصيب، وأنا فخور بيك. ميرا أنا محتار أسافر ولا أقعد. يعني ماما عندها حق، يعني السفر ده هيكون خطر يعني على مستقبلي، هيأثر عليه ولا أسمع كلام بابا؟ ما بابا بيشجعني، كمان أصحابي قالوا لي ان انا هعمل قرشين كويسين. ولا عود اسافر ولا عود. انا بقيت لو انت قدام قرار مصيري، هجره مثلا او ارتباط، ومحتار مش عارف تاخد قرار، هتبدا تفكر يا ترى ايه خطه ربنا في حياتي، يا ترى ربنا مرتب لي ايه. طيب ازاي اعرف خطه ربنا ومشيئته في حياتي؟ هل في طريقه اميز بيها صوت ربنا علشان يرشدني للي فيه خير ليا؟ هل لما يكون الطريق سهل وسالك تكون الأمور من الله؟ ولو حصل العكس وتعطلت ومليانة مشاكل، تبقى دي مش من عند ربنا؟ عند كل اختيار صعب بنحتار ونقعد نصلي ونقرب من ربنا ونحاول نعرف صوته. لكن إزاي أعرف إن الموضوع ده من ربنا فعلا، ولا ده مجرد ميول جوايا أنا، ولا صوت من إبليس؟ وتعمل إيه لو اختلطت كل الأصوات جوانا؟ وفي حلقة النهاردة بنسأل، وهل غلط إني أدور وأشوف ربنا عايز إيه علشان خايف أتعب؟ ولو أنا بعيد عن ربنا من مدة، هيوافق إنه يوريني خطته لحياتي؟ وهل أصلاً ربنا عمل لي خطة ولا أنا حر في اختياراتي؟ وهل مشيئة الله غامضة وسر ما ينفعش تعلن لي؟ وهل ينفع حد يصلي لي ويقول لي مشيئة الله ليا؟ كل إجابات الأسئلة اللي فاتت هتكون محور حلقة النهاردة من برنامج ناس زينا بعنوان جوه الخطة. هنناقش الموضوع ده من خلال شعر وحوار شيق وترنيمة جميلة.